على الرغم من نجاح السلطات بحضرموت في تحقيق أهداف حملة حكومية للقضاء على وباء الكوليرا بالمحافظة مع نهاية العام المنصرم، إلا أن جهود تلك الحملة لا تزال متواصلة خصوصا في المناطق الغربية والتي سجل الوباء حضوره الأكبر فيها. ضمن حملة حضرموت خالية من الكوليرا تقيم مؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي عدة نشاطات، منها في هذا اليوم نشاط عملية شفط البيارات في المناطق المستهدفة والتي كانت موضوعة في منطقة ميفع حجر، حيث سيتم استهداف 1370 مشترك في منطقة ميفع وكذلك منطقة حصيحصة لتقليل الأثر البيئي من ضرر وجود هذه البيارات وكذلك لعدم تواجد أو تكاثر هذا الفيروس في هذه البيئة. ومن المعروف أن أكثر من 17 قرية تقع في نطاق المنطقة الغربية من المحافظة تعاني من افتقادها لوجود منظومة للصرف الصحي، وهو ما يدفع بالأهالي للجوء لبناء البيارات الأرضية، ما يهدد بحدوث تلوث لمصادر المياه الجوفية والسطحية التي غالبا ما يعتمد عليها السكان المحليون في توفير احتياجاتهم من المياه للشرب والزراعة وغيرها من الاستخدامات. مديرية ميفع هي من المديريات البسيطة جدا النائية التي تقع غرب مدينة المكلا، لا توجد في المديرية منظومة شبكات صرف صحي، لذلك يلجأ الأهالي لاستخدام بيارات، هذه البيارات سطحية. طبعا هذه البيارات تؤثر في عملية اختلاطها بالمياه الشرب النقية خاصة المياه الجوفية أو السطحية، فلجأت المؤسسة إلى هذه الحملة وإن شاء الله الحملة مستمرة وسيستمر عملية الشفط للفترات ببرنامج دوري منتظم بمشيئة الرحمن. وبالقدر الذي تتسبب فيه هذه البيارات والمستنقعات من إيجاد بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة كالملاريا والكوليرا والبلهارسيا، هي أيضا تسهم في زيادة ضرر الأثر البيئي في المنطقة، الأمر الذي يستدعي من السلطات عدم الاكتفاء بعمليات الشفط الدورية بل والسرعة في ربط تلك المناطق بمنظومة الصرف الصحي ومعالجة مياهها العادمة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.